هلا، ودلوقتي حالا انا موجود في الفيوم، وبالاخص يعني في قرية تونس. قرية تونس من احلى واجمل الاماكن اللي ممكن تشوفوها في الفيوم. قرية تونس هي مكان مختلف عشان حرفة الخزف اللي موجودة فيها. كل ما هتمشي في اي مكان هتلاقي حرفة الخزف هي اهم حاجة موجودة في القرية. تقريبا اغلب سكان اهل القرية اكتر حاجة بيشتغلوا فيها وهي الخزف، وهي دي الحرفة الاساسية اللي اهل القرية اصلا عايشين عليها. واكتر حاجة مميزة هنا في تونس ان الشوارع كلها تحس ان هي قطعة فنية. كل ما تمشي في اي مكان تلاقوا فيه رسم في كل حتة. فحقيقي الموضوع اكتر من انه هو قطعة فنية، تحفة فنية. كل حتة في قرية تونس هي بجد تحفة فنية. انا حابة الحرفة وحابة ان استقر لوحدي. انا كنت شغالة في ورشة بالنسبة لحد ما اتمكنت ان انا افتح ورشة لوحدي. يعني اهلي كانوا مساعديني بكده يعني الحمد لله، بس هي بس كان في نقط في الشغل انا ما كنتش متمكنة فيها، فكانت صعب ان انا اتمكن فيها لان انا بقيت صاحبة مكان مسؤولة عن المكان. زي ايه لو عايزة تقولي؟ زي الحريق يعني. انا ما كنتش حريق الشغل نفسه، ما كنتش بعرف احرق قوي. فالغلطه بحساب يعني، لو بوظت فرن ممكن تبوظ البلاط بتاع الفرن مش الشغل بس. زي ما انتم شايفين كده كله ورايا، كله حاجات فيها الوان، كله ارت بكل التفاصيل. عاملين زي ديزاينز كده، حاجه زي الحصان على شكل حصان ولكن كلها الوان مختلفه. حتى الحيطه نفسها، المدخل نفسه تلاقيه كله الوان. المكان نفسه كل حاجة فيه تحس فيها نوع من انواع الفن كده. حتى دي حاجات كده ديكوريشن بتحط في البيت، تحس شكله مختلف جدا وبالوان، وكمان تحس ان هي حقيقي مختلفة قوي. وهي حاجة عاملة زي الصبار كده او زي التين شوكي، وتشيز حاجة عظيمة. هي بالظبط بتشوك جدا، هي شبه التين شوكي جدا. وفي حاجة تانية صغيرة كده شبه الصبار شوية، حقيقي شكلها غريب جدا بس مختلف قوي. شايفين شكل الخوص، الترابيزه او الشلف يعني اللي محطوط عليه كل حاجه. فكل تصميمه في كل مكان في تونس تحس ان هي عامله فن، فيها فن في كل حاجه. هو عامه الفخار هو اكتر حاجه بيحافظ على درجه الحراره لاطول مده غير اي حاجه تانية. يعني انت لو حطيته مثلا هنسيف في اي كوبايه تانية هتلاقيه مثلا 10 دقائق 5 دقائق 10 دقائق هتلاقي كوبايه درجه الحراره تقل. ده طبعا ده بيبقى اطول شويه، بيدخل فرن وميكروويف وبتغسل في الديش ووشر. يعني الاوان بتاعته ثابته ما بتطلع، بيحافظ على طعم الحاجه والتسويه بتاعته بتختلف عن بقيه يعني عن الصواني او اي حاجه ثانيه. بالنسبه للفرن لا، بيتحط في الفرن طبعا وبياخد اطول مده كمان، يعني 3 4 ساعات لو انت بتطبخ حاجه من اولها لاخرها عايزها كلها فرن. كل حاجه بيعملوها فيها فن، يعني بيعملوا اشكال مختلفه من الفخار. مش بنعمل اطباق بس او كوبايات بس من الفخار، هنا بيعملوا كل حاجة من الفخار. يعني اشكال اللي هي بتاعت الخمسة والخميسة والحاجات بتاعت الحاسب دي عاملينها من الفخار. حاجات اللي هي بتاعت الفن الصوفي تلاقوها شكلها عاملينها برضو من الفخار. كل الاشكال والحاجات الديكور اللي انتوا ممكن تكونوا بتستعملوها في البيت عادي بشكل عادي بتلاقوها برضو من الفخار. فكل حاجة هنا مميزة قوي قوي قوي، وشكلها فعلا مختلف.